ناس المتخرج عندنا زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي صبح جميله من هنا وقت الشرف مش عشان يجي لك كل ده النهارده ان شاء الله جاي لنا الكلب دوت ده كلب من الكلاب اللي هي الهجيره بيدور على دنوار على دنميشن فربنا يعلم المهم دوت جاي لنا تدريب الكلب بيقول لك فيه شويه شراسه كلب بيتحنن الناس بييجوا يشغلوه يجي يلمسه يطبطب عليه الكلب ايه يسيبه يطبطب عليه فطبيعي اوريدي لازم طالما انا ما علمتش الكلب او عرفته يعمل ايه فطبيعي تتخيل من الكلب اي حاجه انا دلوقتي الكلب ما اتعلمش اي حاجه لما اجي اشغله واشتغل معايا ده المحامي انا بشغله يبقى بيستجيب طيب انا كده بعد ما خلصت دخلت وطبطبت على الكلب الكلب سابني ده طبيعي لان انا ما علمتوش لازم عشان انا اخلي الكلب ميت ما حدش يلمسه بعلم الكلب بلبسه الكمامه واحد يخش عليه ويرجع خالص الكلب يمين وشمال هذا حاجه لغايه ما الكلب ما يخليش حد اللي هو يلمسه النهارده عندكم الكلب مستواه ايه ودنيته ايه اعمل ايه مع الكلب بيخاف من البلاستيك بيخاف من الصوت بيخاف من الدوشة ولا لا يعني في كلاب ياما بيخاف من الدوشة وبيخاف من الصوت العالي طبعا بنجربه مع الكلب بالبلاستيك بالصوت بالشكيل بالزعيق نشوف الكلب بيعمل ايه بالكرباج بعد كده بنقرر الكلب بنشغلوه ازاي يلا بينا نختبروا الكلب ونشوفوا الكلب شغال على ايه ومش شغال على ايه بتفهم وتعرف عشان تشغل كلبك طبعا احنا هنا حاطينه وسط كلاب في كلاب ياما ممكن ما تشتغلش وسط كلاب وفي كلاب ممكن تشتغل لو الكلب خاف وقلق وسط الكلاب يبقى لازم اللي انا اخلي ايه الكلب شغال لوحده احنا هنا هنجربه ونشوف الكلب وضعه ايه يلا كده عمر طبعا هنا احنا بنشتغل وبنشغل الكلب من غير ما يلمسه بالكرباج زي ما انت شايف كده عشان الكلب لو لسه جاي الكلب خايف او اي حاجه ما ينفعش تلمسه بالكرباج والكلب ايه يخاف من اول مره اما حرك كده يمين وشمال كده وشغل اللي هناك كمان طبعا الثلاث كلاب اللي هناك دول كانوا واخدين دور برد الثلاث كلاب دول كده كانوا واخدين دور برد والحمد لله ابتدوا يفوقوا استنى اعدل له رجله واعدل له رجله ماشي يلا ايوه كده الكلاب دي كانت تعبانه واخدين دور برد من يومين الشتاء الحمد لله ابتدى ايه برضه يشدوا حيلهم اهو احسن 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 يا سيمبا جدع جدع احسن 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 ماشي يلا نخش بقى على ده احسن احسن ايوه كده احسن 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 ايوه كده طبعا هنا الكلب عاطي اداء كويس طب البلاستيكه البلاستيكه ¡Gracias!
سيمبا جدع سيمبا شغل سيمبا وشغل سيمبا احسن احسن نشوفه بقى بلاستيكتين كده طول شويه نشوفه الكلب هيخاف منها هيمسك ولا لا البلاستيكتين نشوفه الكلب هيعمل ايه هيخاف منها ولا هيخش طبعا الكلب مستجاب معانا كويس اضرب واحده كده عشان اشوف وضع جسمه كده اهو جدع الكلب جميل ما شاء الله جدع جدع ده بقى نظام التبديل مع الكلب زي ما انت شايف واحده يمين وواحده شمال لما تيجي تعود الكلب كده اهو الكلب يشتغل معاك ويبدل يبقى جدع طبعا هنا في رجعه بس طبعا اللي بيعمله ده كويس طبعا احنا مش عايزينه يبدل مش عايزينه يتبت في الحاجه احنا عايزينه كده اهو جدع جدع خش على احسن 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 ايه خش بالثانيه اهو ده بقى هنا يمسك البلاستيكه الثانيه يروح داخل على طول يعني هنا الكلب طبعا زي ما انت شايف بص البرد باين عليه الكحه بس احنا عشان الكلب ما يهبطش فبنبتدي ايه نشتغل معاه برضه احسن جدع زي ما انت شايف كده لازم تعلم الكلب اللي هو يبدل ما يبدلش احسن 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 ايوه كده جدع جدع سيمبا جدع جدع احسن احسن امسك الاثنين يا عمر وتعمل ما توصلهاش لرقبته يعني جسمه بس يمين وشمال عشان الكلب يتعود اهو ايوه كده ايوه كده اهو ايوه كده كده انت بتعود الكلب اللي هو ايه ما يمسكش ويثبت تحول اللي انت ما توصلهولوش لبقه ما تخش كده على المالينو كم واحده برده كده احسن احسن شفت بقى شفت اهو انا بقول لسه بقول اهم حاجه المهاجم اللي معاك هو ده اللي بنقوله بس حبيب بس خلاص سيب 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 جدع شاطر شاطر سيب لا 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 سيب سيب بس جدع اهم حاجه يبقى معاك مهاجم لماح اهو بص لسه انا بتكلم وبرده بس حبيبي معلش 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 ما احنا معانا مهاجم نبغى سيب 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 انت يا عم بس حبيبي خلاص سيب سيب بقى خلاص لا 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 سيب بس سيب سيب بس شاطر احنا عشان معانا مهاجم نبغه طب اعمل معاه ايه ده يا ربي اعمل معاه ايه اجيب دماغه ديت واحط دماغ مين خلاص سيبها له بقى سيبها له سيبها له سيبها له سيبها له تعالى شغل هنا شغل هنا جدع جدع اهو احسن 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 امسكه احسن جدع احسن 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 ايوه كده ايوه كده جدع 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 احسن احسن جدع سيمبا جدع شاطر شاطر طبعا سيمبا ما كانش بيمسك كده اهو خالص بس احنا برضو بالراحة 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 يا ابني لان الكلاب دي لسه قايمة من دور تعب برد التاني بص ماسك البتاع بص بص سيبها خش بايدك بقى يمين وشمال على ده بيعمل ايه اهو اهو سابها سابها اهو اهو امسكه
بس بس كفايه كده كفايه. كده حلو قوي. بس بس حلو قوي حلو قوي حلو قوي طبعا حلو قوي حلو قوي كده عليه. بس يا يخرب بيت جنانك ده ده راحه منه خالص. خد بقى طالما انت كده اهو خد لك حته لحمه. خد 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 الله ده بيوقف اهو. خد يا حبيبي خد ايه خد ايه مالينو فوق. ايه اللي مش عاجبك؟ مش عاجبك زي ما انت شفت كده اهو كلب جاي منه حلو قوي قوي قوي. استمر على هذا الوضع الكلب يطلع معاك 10 على 10. اهم حاجه تعرف الكلب بيرجع من ايه ما بيرجعش من ايه بيخش امتى وبيرجع امتى. كل ده لازم تعرفه من الكلب في اول اختبار ليه عشان تعرف الكلب هيشتغل على ايه. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا. وهنا هنا سيداتي وسادتي، اتمتع لكم اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.